يا محمد شريف اللي انت بتعمله ده يا محمد شريف، هدفين يا ابني ولا اروع ولا اجمل من كده بصراحه يا جماعه. النادي الاهلي بيلعب باداء كويس بيفوز، بيلعب باداء برضو مش كويس بيفوز، ما تعرفش كده هو اخد عهد مع المباريات المهمه واخد عهد كده مع نفسه او ماضي عقد مع البطولات ومع المباريات المهمه. بصراحه النهارده كان نادي الزمالك في الشوط الاول اسوأ مما تتخيل، ولكن جه في الشوط الثاني لعب باسلوب رائع جدا وكان هو اقوى من النادي الاهلي بمراحل في الشوط الثاني، ولكن النادي الاهلي زي ما قلت لكم يا جماعه في بدايه الفيديو النادي الاهلي خلاص كده هو اخد عهد او ماضي عقد مع البطولات، انا كده كده مفيش بطوله هسيبها وكده كده مفيش ماتش قوي او مباراه قويه هسيبها، كده كده لازم افوز علشان ما يجيلكش حد بقى ويقول لك بقى ان النادي الاهلي بيفوز بالحكام او ما بيفوزش بالحكام. انا كشخص ولا بشجع اهلي ولا زمالك، انا شايف ان النادي الاهلي بيفوز يا باشا بقدراته وبيفوز بقوته وبيفوز بالروح اللي عنده. زي ما قلت لكم النادي الزمالك في الشوط الثاني في الشوط الاول ما كانش اصلا يذكر باي حاجه الا صح او يكاد يكون هدف شيكابالا هو اللي كان عامل روح يعني شويه، وطبعا فاجئ الجميع اذا كانوا اهلاويه او زملكاويه الهدف بتاع محمد شريف الثاني اللي هو بعد هدف شيكابالا على طول غير مسار المباراه. يعني احنا كنا لسه بنقول مثلا لا استنوا شويه ده المباراه بقى هتبقى قويه والاهلي هيبقى اقوى من كده والزمالك هيبقى اقوى من كده والمباراه ايه هتبدا بقى تولع بمعنى صح، ولكن اكتشفنا ان هدف محمد شريف برده خلى الريتم بتاع الشوط الثاني الشوط الاول برده هدي اكتر من الاول وخلى النادي الاهلي خد الثقه الكبيره بمعنى اصح وقدروا انه يقاوموا وقدروا ان يلعبوا افضل من كده. بعد كده بقى جه في الشوط الثاني بدا الزمالك بقى خلاص كده لا انا هغير من حياتي، بدا يلعب بطريقه كويسه جدا وبدا يلعب باسلوب قوي جدا. تعالى مثلا النهارده هتكلمني عن اللقطه بتاعه ضربه الجزاء، انا شخصيا كنت بقول انها ضربه جزاء من قبل الفار اصلا لان الكره واضحه انها ضربه جزاء وهي اصلا توحي انها ضربه جزاء، حتى لو مش هي ضربه جزاء توحي ان او تخليك تقول انها ضربه جزاء لنادي الزمالك، وبالفعل اه ضربه جزاء وفاجئ الجميع ايضا على لطفي اذا كانوا اهلاويه او زملكاويه على لطفي فاجئ الجميع النهارده بصدته ركله الجزاء وصدته للكوره برده القويه اللي يعني في نهايه يعتبر الشوط الثاني. بصراحه النهارده كان ماتش ولا اروع من كده، النادي الاهلي في الشوط الثاني كان مش ولا بد على الاطلاق، ولكن زي ما قلت لكم برده النادي الاهلي اخذ عهد وماضي عقد ايضا مع البطولات ومع المباريات المهمه. ده باختصار شديد موضوع مباراه الاهلي والزمالك.